السلام عليكم ورحمة الله. العلاقة الزوجية من أرقى وأجمل العلاقات الإنسانية، تتسم بالديمومة والاستمرارية، وفيها طبيعي جدا هناك مصالح مشتركة، سواء مصالح نفسية أو اجتماعية أو حتى مصالح اقتصادية أو حتى مصالح روحية. العلاقة الزوجية ينبني عليها وجود أبناء، ينبني عليها ترابط بين عدة عائلات. لذلك من أهم أسس نجاح هذه العلاقة هو أن يكون الزوجان يميلان إلى الانجذاب والمودة والألفة مع بعضهما البعض، لدرجة تكاد تكون فيها نوع من الصداقة الراقية القوية الجميلة. الصداقة بين الزوجين مطلب مهم لاستمرار حياتهم، للتجديد في العلاقة بينهم، لمحاولة الوصول إلى نمط رائع ومستمر من هذه العلاقة الإنسانية التي نأمل بمشيئة الله أن يكون لها الاستمرارية والدوام. محمد الحمزة، أخصائي اجتماعي الرياض.